أيضا يذكر السائل أن المعزين يأتون جماعات وأفرادا، وأنهم يصلون في مكان العزاء في مكان جلوس الناس، وبعد الصلاة يقولون الفاتحة فيرفع المصلون أكفهم، وبعضهم يقرأ الفاتحة سرا وبعضهم يدعو، فهل لهذا العمل أصل؟ الصلاة لا تجوز في مكان العزاء، وإنما تجب الصلاة في المساجد. يجب عليه من يجيب النداء وأن يصلوا ويذهبوا إلى المساجد، ولا يصلوا في مكان العزاء، لأن مكان العزاء ليس مسجدا. فتخلفهم عن المساجد هذا أيضا من المؤاخذات العظيمة عليهم. وقراءة الفاتحة والأمر بقراءتها لروح الميت أو لإلقاء البركة على الحاضرين هذا كله من البدع، لأنه لم يرد أن الفاتحة تقرأ للأموات أو تقرأ للحاضرين، وإنما سورة الفاتحة سورة عظيمة وهي أم القرآن، وهي أعظم سورة في القرآن، تقرأ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كسائر السور والآيات القرآنية، وتقرأ في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، فهي تقرأ على الوجه المشروع، أما قراءتها على هذا الوجه فهو من البدع المحرمة. نعم، بارك الله فيكم.